Κάτω στο φώτο ένα. خالد انت ايه اللي جابك هنا؟ تيسير؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ محمود خلى الراجل ده يخطفني عشان ارجع له فلوسه. مفاجأة حلوة مش كده ولا ايه؟ ماشي يا باشمهندس. أنا هسيبك بقى تاخد نفسك وترتاح شوية وأرجع لك تاني، أصل القعدة هتحلو. ايوه باشا، خالد معانا. وصلت للوحات؟ ما كانتش معاه بس هانت. طب ما تعملش اي حاجه بقى لحد ما اجيلك. الليله كبرت قوي وما تستحملش مصايب تانية. امرك يا باشا. انا اتغيرت يا خالد والله العظيم. قبل ما يحصل كل ده كنت ناوي ارجع له كل حاجه. كلمي الاول كل ده يا تيسير. ليه؟ في حاجات كتير انت ما تعرفهاش. المهم ان انا رجعت عن تصرفاتي. يوم يعمل فيا كده يا خالد؟ وانت طبعا رجعتي عن تصرفاتك لما عرفتي ان هو اتشل، مش كده؟ لا، عشان عرفت اني حامل. حامل؟ ومحمود ما يعرفش حاجه، وانا ما عملتش كده معاه غير عشان كنت فاكره اني مش هخلف. وبعد ما عرفت قررت ان انا ارجع ورجع له كل حاجه والله العظيم. طيب اهدي اهدي بقى اهدي لو سمحتي، وانا هخرجك من هنا. ازاي وانا وانت مربوطين كده؟ مش مهم، ما تفكريش في اي حاجه، انا هتصرف. اهم حاجه ان انت ما تتكلميش ولا تفتحي بقك مع اي كلب من الكلاب دول. حاضر. يا رب. ايه ده؟ وانت عايز ايه؟ كل خير يا حبيبي. في الاول كان في حته كده في ضميري مقلباني، يلا هتسرقه ولا هتاخد منه فلوسك وبس. بس بعد اللي عملته وبعت اخوك حلال فيك اللي حصل واللي هيحصل. مبروك عليك رجوع فلوسك. مبروك عليا سرقته. امال ايه؟ خلاص كده يا مولانا؟ خلاص ان شاء الله. انا محتاجه ورقه الطلاق من فضلك. اسبوع كده وهسلمك ورقة الطلاق الرسمية ان شاء الله. كده بقى انا ماليش لازمة هنا. على فكرة انا عملت لك اللي انت عايزاه، بس لو حصل وعملت حاجة من اللي انت هددت بيها هتزعلي جامد، انت وبنتي. اتفضل معانا يا ماشي. السلام عليكم. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.